تربح أكثر من 10 دولار يوميا فقط تابع الدرس معي. ودرس اليوم سيكون تفصيليا، ولكن عندكم لي وسأعطيكم في آخر الفيديو مفاجأة رائعة، تابعونا. إذن سنبدأ مع التسجيل، وكالعادة سأترك لكم رابط التسجيل أسفل الفيديو. إذن سنبدأ بالتسجيل. كما تلاحظون هنا قبل التسجيل، أعلم أن العديد منكم يبحثون دوما عن إثباتات الدفع. كل إثباتات الدفع هذه التي وضعتها في المدونة هي إثباتات دفع شخصية، إذن هذا هام جدا. كما كنت شرحت سابقا أن البنك أو أن الموقع يدعم بنوكا عديدة مثل بايونير، نتلر، باي بال، موني بوكرز. إذن أغلبيتنا يعني يستطيع السحب في البنك الذي يريد بكل بساطة. الآن كما كنت أقول سنتجه للتسجيل. إذن التسجيل من هنا. وكما كنت أقول سابقا سأترك لكم رابط التسجيل أسفل الفيديو. إذن ننتظر قليلا. في ظل الانتظار سأشرح لكم هذا الموقع. هو موقع فرنسي يتعامل مع عديد الشركات التي تقدم خدمات مصغرة، فهو يقوم بدور الوسيط بيننا وبينهم، فبذلك نقوم بربح المال عن طريقه. إذن نستطيع التسجيل ببساطة عن طريق الفيسبوك فقط بالضغط على كونكت. فكما تلاحظون التسجيل سريع جدا. إذن بمجرد الضغط على كونكت كما تلاحظون تربح توكن. ما هو التوكن؟ التوكن هو يعني بكل مهمة ستقوم بها أو أي مهمة ستنجزها ستربح عدد معين من التوكن، وهذه التوكنات التي سنجمعها هي التي سنحولها فيما بعد إلى أموال. يعني هنا تلاحظون الفي اي بي، هنا يعني المهمات ستتطور بتطور عدد التوكنات التي تجمعها، وهنا الأموال التي ستربحها. الحساب جديد فهو ليس حسابي الأساسي كما كنت أعطيتكم إثباتات الدفع سابقا، يعني حساب تيست فقط. إذن سأريكم كيف نقوم بإنجاز المهمات. إذن نضغط على أوفر. ركزوا معي جيدا، نضغط على أوفر، وهذه هي كلها الشركات التي تعطينا يعني الأعمال لننجزها. مثلا نضغط على هذه الشركة I accept. كما تلاحظون المشكلة الوحيدة التي تعترض إخواننا العرب أنه أغلب عندما تفتح في حسابا جديد لا تجد كثيرا من يعني الخدمات المتوفرة، فلذلك عديد الناس عندما يفتحون الحساب لا يفتحونه مجددا، وهذا خطأ. يجب فتح الحساب يوميا، لأنه كل يوم تفتح حسابك عندك توكن مجاني كما شرحت سابقا. إذن الآن سأريكم طريقة ربح توكن ثاني غير التوكن الأول الذي تربحه يوميا، وهو عن طريق الضغط على ملتي كاست. نضغط هنا، ننتظر قليلا. موقع يليكس هو موقع لاختصار الروابط. فاصل نوس، ننتظر قليلا هنا. ثم كليكي السي، وكما تلاحظون قد ربحت توكن. إذن لو عدنا إلى الواجهة الأساسية ستلاحظون أني أملك 3 توكن. إذن نعود إلى الأوفرس ثم نذهب إلى شركة ثانية، نبحث كي نشاهد هل هناك يعني أوفر أم لا. هذه الشركة أيضا لا تتيح أوفر مع الأسف. فقط أريد أن أنبهكم إلى شيء مهم جدا.
وهو في حال أردت أن تربح كثيرا من المال يوميا، أكثر من 10 دولار بكثير، أنا أنصحك باستعمال موقع بروكسي. وهذا ما أفعله شخصيا، أنا أستعمل بروكسي كندي في حسابي الأصلي كي أحصل على خدمات كثيرة. فأنا حاليا في الفي أي بي 14، وهذا بفضل هذه الطريقة. إذا هنا كما تلاحظون هناك عديد الخدمات، تستطيع أن تختار واحدا منها. فقط حاول أن تقرأ ماذا يجب أن تفعل. Reward is paid when user connect to Facebook and play break all the games. هنا يقول أنك ستربح 5 توكن إذا قمت بلعب هذه اللعبة بالتسجيل عن طريق الفيسبوك، ثم يعني إكمالها إلى آخر اللعبة. يعني لا أظن في حاجة أسهل من هذا. سنجربها. طبعا نخسر وقت الفيديو كله في اللعب طبعا. إذن اشتراك عن فيسبوك، نضغط على ستارت. لعبة سريعة رائعة. إذا هنا نضغط على ستارت، وهكذا نحاول يعني اختراق هذه الحواجز أو إكمال اللعبة إلى الآخر. فبمجرد إكمالها إلى الآخر ستربح توكن. طبعا نحن لن نكملها إلى الآخر، لن نضيع وقت الفيديو في أشياء في هذا اللعب، ولكن أنت تستطيع أن تكملها فتربح 2 توكن. مثلا هذه الخدمة يقول reward is paid when user click to go store. لا أظن في شيء أسهل من هذا. يقول لك سوف تربح 2 توكن فقط بالضغط على go to store. إذا نضغط على هذه الأوفر. هذا إعلان، ننتظر قليلا. يعني لا أظن أنه في أوفر أسهل من هذا. يعني يكفي أنك تضغط go to store كما كان يقول فتربح 2 من التوكن. هذا يعني سهل جدا جدا كما لاحظت، فقط بضغط على watch now. وهذا ما يبحث عنه هو الأخ. هو فقط شركات تلعب دور الوسيط بينك وبين صاحب الخدمة الأساسية بكل إن صح التعبير. لا أظن في إشي أسهل من هذا بكل صراحة. لنغلق هذه الأوفر، لن أفعل ذلك طبعا، فقط أردت أن أريكم. ننتقل إلى الأوفر الأخرى. ماذا يقول؟ يعني الأوفر ستكون متاحة فقط بالضغط على جو تو ستور، نفس الشيء يعني كالأوفر السابقة. فقط تضغط لاحظوا معي، هو فقط يعني هنا يلعب دور الوسيط بينك وبين الموقع المشهور في المبيعات، موقع علي بابا. إذا هذا هو ما يريده السيد، يريد فقط أن تقوم بالذهاب إلى الأفلييت داشبورد الذي يملكه كي يقوم هو طبعا بزيادة الزيارات، وهو طبعا يعمل كوسيط في موقع علي بابا. ولكن أنت أيضا كما كنا نقول ستربح 2 من التوكن فقط بضغطة زر. لا أظن أنه إشي يعني يوجد أسهل من هذا.
فقط ملاحظة صغيرة، جاءتني بعض الأسئلة، يعني تقول لي قمت بإنجاز العمل ولم أحصل على التوكن. لا أدري إن قمتم بالنظر يعني في الشروحات وفي تفسير البرنامج والعمل، أنه التوكنات يمكن أن تربحها وتصل المدة إلى أسبوع كحد أقصى، يعني يجب عليك أن تنتظر، وربما ستسألونني لماذا عليك أن تنتظر. بكل بساطة حتى يضمن هو نفسه أنك قمت بعمل ذلك ولم تقم بغشه، بكل بساطة. ونفس الشيء نستطيع أن نكمل بقية الأفروات، هذه نفس العملية فقط بالضغط على go to store. يعني كما تلاحظون أفرويت سهلة جدا، أنا أردت فقط أن أشرح عملية ربح التوكنات لكم، لأني لاحظت أن العديد منكم لم يفهم كيف يسير عمل البرنامج. يعني سهل جدا ونستطيع أن نتفادى ذلك، وهناك عديد الشركات كما شرحت سابقا. مع الأسف الكونكشن عندي ضعيفة قليلا اليوم. يعني العروض عديدة وعديدة جدا والشركات عديدة. لاحظوا معي، لا أظن أنه في شيء أسهل من هذا. يقول لك فقط ستقوم بتحميل أوبرا ميني براوزر وستربح 5 توكن. هل هناك أسهل من هذا؟ لا أظن أنه في شيء أسهل من هذا. وهنا ريغاردي لا بوند انونس جيسكو بو، يعني يقول لك ستربح توكن فقط ب ب ب يعني متابعة الإشهار إلى غاية النهاية فقط، يعني فيديو تتفرج فيها وتربح 1 توكن. فيديو إشهاري يعني بكل صراحة، سنتابعه للآخر. جيم وار، فيديو جميل. وهنا يقترح عليك إن أردت يعني أن تقوم بتحميل اللعبة إن أعجبتك. نحن لا نقوم بتحميلها، نحن فقط نبحث عن ربح التوكن فقط. قمنا بالعمل وسيعطينا ما نحتاجه، هذا فقط ما نبحث عنه. وكما كنا نقول، ثم بعض الشركات سنجدها مغلقة، لذلك نبحث عن شركات أخرى. مع الأسف أنه يجب أن يكون الفي أي بي أكثر حتى تجد يعني مهمات أكثر. إذا هنا لاحظوا معي، سهل جدا، هناك مهمات الداونلود. هنا ستقوم بتحميل مثلا اف ال في بلاير وستربح 12 توكن. السيرفي او الاستمارات او الاستبيان، نعم الاستبيان، يقول لك هنا تكمل هذا الاستبيان ستربح 26 توكن، او هذا الاستبيان 63 الى اخره. يعني اشياء سهلة وسهلة جدا. بكل بساطة كما كنت أقول سابقا وأعيدها، هو أفضل موقع في الربح من الإنترنت. أجل هو الأفضل إلى حد الآن، وحسب تجربتي الصغيرة لم أجد موقعا أفضل منه. سأذهب إلى هذه الشركة، هي من أفضل الشركات سوبر وورد التي أدخلها. ستسألون لماذا أقول أنها من أفضل الشركات؟ بكل بساطة لأن فيها عديد الأوفرات مثل الألعاب وسهلة جدا. هنا يقول play free and earn bitcoin، يعني سهلة جدا، ستقوم باللعب وستربح 3 توكن وتمر إلى إضافته مباشرة إلى موقعك أو payment wall مثلا من الشركات. ننتظر قليلا. وكما قلت، كنت أقول في أول الفيديو أني في آخر الفيديو سأترك لكم مفاجأة رائعة. أزل كما أقول، مفاجأة رائعة إن شاء الله.
هنا لاحظوا معي في شركة بايمنتوال يقول لك عند إكمال المعلومات بتسجيل صحيح ستربح 26 توكن. وهنا يقول لك يعني هم الفحص أو إرسال التوكنات كم يتم هنا، خلال ساعات، خلال دقائق، خلال ساعات. ما لا يوجد أسهل من هذا يعني يا أحبتي. انظروا هنا، التسجيل في الموقع عن طريق البريد الإلكتروني. هنا غريبة، لا يضعون التوكن، إذا لن نفعلها، لن نعمل شيئا مجانا طبعا. الآن سنعود إلى الأكي، ولاحظوا هنا زادت التوكنات، عندي 4. إذا كيف نحول هذه التوكن إلى نقود؟ نحن نبحث عن تحويل التوكن إلى نقود، كيف سأفعل ذلك؟ سؤال جيد. إذا إن أردنا فعل ذلك يكفي أن نذهب توكن تو أورو، نحول التوكن إلى نقود بالأورو، ثم نضغط على كونفرتيسر الذي يقوم بتحويل التوكن إلى أورو. هنا يقول لك 4 توكن تساوي ل 0.031. أما أنا سأعطيكم طريقة أخرى بالابتعاد عن طريقة التحويل المباشر، وهي في نفس المكان، عوض أن ندخل توكن تو أورو سنستطيع أن نلعب بهذه التوكنات. وهنا كما تلاحظون حسب هذا السلم، يعني تلعب ب2 توكن تستطيع أن يعني أن يكون مبلغ 0.08 أورو إلى غاية 1.2، طبعا بنسب مختلفة. إذا أضغط على بلاي ناو، و كنت في السلم الثاني 0.014. نضغط مرة أخرى ولاحظوا 0.027، ولا أسهل من هذا. كنت تلاحظون هنا زادت أموالي فأصبحت 0.03. يعني العديد منكم والعديد من يتبعون مواقع يعني تافهة، 0.03 يحصل عليها في أسبوع. كما تلاحظون لم أفعل شيء وحصلت عليه. لا يوجد أسهل من هذا الموقع بكل بساطة. وأصبحت الفي أي بي 0.1. أما الهدية التي كنت أتحدث لكم عنها من أول الفيديو، هي أن الموقع دائما يعمل ما يسمى بكونكور دو باريناج، أو مسابقة في يعني نشر رابطك. أين ستجد رابطك في الأول؟ يعني حتى لا تكون العملية صعبة عليكم، تذهب إلى أوبسيون دي كونت، أين هو رابط الباريناج؟ هنا هو، هنا نجد رابط البارناج، ستقوم بنسخه ومن ثم إرساله إلى أصدقائك عن طريق الفيسبوك. وتستطيع طبعا أخذ هذه الفيديو كي يفهم طريقة عمل هذا الموقع وكيف سيقوم هو بالربح منه. الممتاز في هذا في هذه المسابقة أنها بدأت منذ 14 ديسمبر وستنتهي في 1 فيفري. والممتاز فيها كما لاحظوا معي، الأول سيربح 50 أورو وتقريبا الجميع يربح، من الثاني 35، الثالث 25، الرابع 18، الخامس، السادس، الكل يربح تقريبا. يعني يكفي أنك تنشر رابطك لأصدقائك وستلاحظ معي أنك ستربح بالتأكيد. حتى لو كنت 25 في الترتيب ستربح 1 أورو. وكما تلاحظون معي لن تكون 25، هذا أضمنه لك. لماذا؟ لأنه لاحظوا معي حتى ترتيب الجدول إلى حد الآن فارغ. لاحظوا، إذا أضمنه لك. وحتى الأول عنده 10، يعني 10 من الناس مسجلون تحتها، الثاني 9، الثالث 5. يعني يكفي أنك عندك 3 أو 4 أصدقاء وستجد نفسك الرابع.
أي أنه بكل بساطة الرابع ستربح 18 أورو. إذا أتمنى أن يكون الدرس قد أعجبكم، أتمنى أن تكونوا فهمتم جيدا طريقة عمل الموقع، كما تلاحظون هي سهلة جدا جدا. شيء أخير في الآخر، كيف أستطيع تحويل أموالي؟ إذا نضغط هنا ثم نضغط نضع المبلغ مثلا، هو يعني سيقول لك المبلغ الذي يجب أن يتوفر عليك في التحويل. مثلا هنا تختار ماذا طريقة التحويل، الباي بال، الموني بوكرز، بيزا، نتلر، بايونير، كانال ماركت، يعني تحويل عن طريق فيرمو بنكير، يعني عن طريق شيك، والتحويل البنكي عفوا، عن طريق كاش بلوس، عن طريق أمازون، يعني الطرق كلها تقريبا متوفرة. تستطيع مثلا أن تضع باي بال وتضع هنا إيميلك في الباي بال. مثلا سأقوم بالبحث عن إيميلي في الباي بال لأحفظه عن ظهر قلب. ثم نضغط فقط على كوموندي. هنا سيقولك قبل الضغط على كوموندي أنت طلبت 0.04، إذا سيقطع منك 0.15 سيصل 0. إذا لن أفعل ذلك، ما الفائدة حتى أربح 0؟ إذا هذه هي الطريقة. أنا شخصيا دوما أسحب عن طريق النتلر، أنا أعشق بنك النتلر. وهذه هو بكل بساطة كيف نستطيع سحب أموالنا. في النهاية أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم، أتمنى أن تنشروه بين أصدقائكم واغتنموا الفرصة كما كنت أقول، خاصة الهدية التي تركتها لكم في الآخر أو المسابقة، يعني هي أهم شيء في هذا الدرس، وطريقة بسيطة جدا لربح المال. أتمنى دوما زيارتكم وتشريفكم في مدونتي، مدونة الأرباح. تستطيعون وضع الرابط مباشرة في جوجل وستجدوننا بإذن الله. مثلا فقط اكتب مدونة الأرباح أو بالضغط على الرابط مباشرة بكتابة الأرباح.blogspot.com أو كما كنت أقول عن طريق جوجل مدونة الأرباح، وسنكون دوما عند خدمتكم ونحاول دوما تقديم الجديد. شكرا لكم.